يبقى العمر رحلة فيها حزن وفراح. وخير من فوق الخيمة وبعدين معك يا وقت دوم تنسى وبعد تكسى تزيد جراح. ترى العمر يرحل بلم وفراق لقى وعشا تزيد جراح. ماتت قلوب الناس واجسادها حية. ماتت أجسادها حية لا حب لا إحساس وتتغير النية. طعم الخيانة والعشرة العشرة منسي واللي قبل بسر أصبح أصبح علانية. طعم الخيانة العشرة منسية واللي قبل بسر أصبح أصبح علاني. وقلوب ناسك غير يا دنيا انت بخير. حال البشر تغيير لابد ما فيه غير. يا دنيا انت بخير. حال البشر تغيير لابد ما فيهم خير. وبعدين معك يا وقت دوم تنسى وبعد تكسى تزيد جراح. عندي استعداد اعيش برا البيت واعيش بروحي واعاند الكل علشانك. الحين خسرت اهلك تبيني اخسر عيالي انا بعد؟ لا تحججين بعيالك. غيرت رايي، شلت فكره الزواج. ضايقتهم؟ ما ادري انا كل هالمده انا عمي ولا غبي ما ادري. ان يا ابوي كلبوه لا ترحمنا الصابه مره ثانيه تقص عليه وردها. وانت طبعا الشيء هذا ما تبينه ولا ودك فيه مو كذي؟ شوف يا ابدي، أنت إنسان واصل، تقدر تروح وتسأل مدير الفندق وخلاص، بتعرف من اللي حجز الغرفة من توقيع الفيزا، أو كلش كلش من الكاميرات. إيش تسوي عليك الحين؟ خسرت أبوك وصرت منبوذ من الكل، من غير اليهالو اللي ما يدرون من اللقاطهم هم اللي حاجونك بس. يبا، يبا تعال قول حق. ما توقعت ان الشر يوصل فيك لهالدرجه. انت شنو؟ ما عندك احساس؟ ضميرك ميت؟ ما تحللين ولا تحرمين؟ جذاب جذاب جذاب. لا تقول لي غلطه، ما تقول لي السر، تقول لي غلطه. غسلت مخي بقصه كلها اجل. انت تدري انا شو مسوي من وراك؟ بعد تقول لي السر، تقول لي انت اللي ذبحت ابوي. ايش؟ سلام سلام. ما شفت اخوك؟ لا ما شفته. ولا كلمك؟ لا ما كلمني. ليش؟ في شيء؟ لا لا ما في شيء. ماشي في امان الله. الله يحفظك. السلام.
شو فيه؟ ليش ما يرد؟ الو صباح الخير. سوري كنت نايمة ما شفتك دادي. ها بشر. لا رحت المختبر؟ زين؟ شو طلعت النتيجة؟ إيجابية. يعني أنت طلعت أخوي. زين خلاص عيل أروح المختبر وأسلمك هناك إن شاء الله باجي المبلغ. أي بعد أنت أخوي الحين لازم أوقف معك وأساعدك. حاضر إن شاء الله. بس أنا بعرف أنت ليش مصر تبي كاش. ها ليش ما تبي تشيك؟ زين ماشي خلاص بعد ساعتين إن شاء الله نفس المكان إن شاء الله. مع السلامة. ما عندكم أحد بهالاسم؟ أوكي شكرا شكرا شكرا. تفضل. عقب اللي سويتيه هذا كله ليش عيني تدشين غرفتي بعد؟ لو علي أنا ميت صدمتي فيك أصلاً أكبر من صدمتك فيني. أنت ظلمتني وطقيتني ومديت يدك قدام الكل. اسمعني الله بيكشف الحق بيوم من الأيام. مسكينة والله تكسرين خاطر كأنك مو مسوية شيء. أنت الحين تمثلين البراءة. أنا مو جاية عشان أبرر موقفي. دام خلاص طلعت بعيني كان الكذابة وهي المسكينة البريئة. أنا جايتك بموضوع ثاني أصلاً. فكيني من مواضيعك. مو كافي إني صدقتك ذيك المرة وشفتي إيش صار؟ ما عليه. بس هالمرة موضوع هذا يخص ولدك. شنو؟ ولدي؟ ليش تقول له الله يهداك؟ إحنا خاشين السالفة عن الصغار ما نبيهم يدرون. والله يا عمتي أنا ما كنت أبي أقول له شيء. بس هو اللي خلاني أتحجى. والولد وينه الحين؟ ما ادري عنه. من امس ما دش البيت. يا وينتي فر بعمره عقب ما عرف السالفه. يا حبيب قلبي اخاف يا يما يصير في شيء. لا الله لا يقول. انا بطلع دوره ان شاء الله. شنو دوره؟ وين دوره اللي سمعك يقول ان المكان اللي روحي وين دوره؟ ايوه ما ادري المكان بس على الاقل اروح الشارع دوره لين القاه. انت نسيت المباحث اللي رابطين لك برا؟ لا ما نسيتهم يبا. بس يعني انا مو هم المباحث الحين كل همي مشاري. انا اقول لا تهور قاعد مكانك بس. شلون ما دوره يبا؟ هذا عصبة ولدي. لا اله الا الله عليك. بالله بطلعتك شكوك المباحث، كلبشوك، خذوك، ايش يسوى عليك؟ احنا شنو حالتنا؟ احنا مو دارك انت. بتحل مشكله وتطب مشكله اكبر منها. هذا حكي عاد. اقعد يا يمه. اقعد، ابوك معاه حق، اقعد يا يعقوب. ما لنا خلق يا يمه في مصيبه ثالثه، واللي عافيك واللي سلم والدي. هذا انا قعدت. قولوا لي الحين شو اسوي بالله؟ اقعد ساكت كذي ما اعرف عنه اي خبر، شو الحل؟ الحل عندي. سلمان وضاري موجودين، وهم يروحون يدورونه وانت اقعد مكانك. انا ما قلت لك من البدايه لاني كنت شاكه فيه. حبيت اتاكد وتالي ابلغك. بس نصبي موجود ويطالب بفلوسه. بس عقب اللي صار امس انا خلاص شلت ايدي من كل شيء، مالي شغل فيكم. لا تلبسوني تهمة ثانية بعد. انت شو تقولين؟ شو تخربطين؟ انا ما عندي عيال غيرك، انت بنتي الوحيدة. وبعدين عمري ما تزوجت واحدة، حملت وتركتها. يبا ما له داعي تنكر. الصبي موجود وسوى تحليل الدي ان اي وطلعت النتيجة ايجابية. كلامك مو صحيح، هذا كله كذب بكذب. وين النتيجة؟ بالمختبر. المفروض اروح انا وياه نستلمها اليوم. بس قلت لك انا الحين مالي شغل فيكم كلش. انت شو تخططين له بالضبط؟ ايش ناوية تسوين فيني هالمرة؟ ايش اللي يدور براسك؟ حسبالك انا كذابة صح؟
هاك تفضل شوف صورته. ما ابي اشوف صور، يكفي هذاك اللي رويتيني صورته. تمام عيل، الحين بتصل فيه قدامك واسمع باذنك. الو، اسفه على الازعاج، لا بس ذكرني احنا كم المبلغ اللي اتفقنا عليه عشان ما تفضح ابوي؟ شو السالفه لحقتي تنسين؟ بعد الواحد ينسى، وحبيت اجهزه. قول لي بس كم؟ مليون طال عمرك، مليون واختفي من حياتكم. مليون؟ خلاص خير ان شاء الله، اجهزهم اليوم يكونون عندك. ماشي مع السلامه. قول لي بعد، انا كذابه وابوقك، يلا قول. وين الصورة؟ تفضل. شاب ما بسمع صوتك، طلع من هني ماشي، انا بذبحكم اليوم. لا تهور، باكر تسوي شيء والله تندم عليه. شيء واحد بيخلصكم. شنو؟ وين ما سويت اطفنك هنا. اللي تبيه انا تحت امرك. حاضر، قول شو اللي تبيه. تملك عليها الحين. على العموم انا قلت لك قبل لا يروح المحكمه ويسوي لك مشكله. صدقت ما صدقت براحتك، بالنهايه هذا ولدك. صبري. ضروري ايش فيك؟ ترى ما قلت لك شيء عشان تزعل كذي. خلاص بالمره الجايه قبل لا اقول اي شيء انا ما راح اخيط حلجي. خلاص عاد رضى. ايش فيك؟ يا ربي شلون اتصرف مع هالصبي. خلاص اذا عزمتك على شاورما وعصير بترضى؟ لا. ليش عاد؟ ايش في قلبك اسود؟ شيء رتني لا تحقرني. أنا بسألك سؤال. شنو؟ أنت ما تستحين على وجهك؟ ليش؟ أكو واحد يبي يراضي واحد يعزمه على شاورما. شنو تبي عيل؟ عزميني مطعم راقي، مكان حلو، يبيع نودلز. يا طماع، خلاص يبا شلون تستاهل على حسابي. يلا مش بس افردها الله يخليك. إيه بعدها. شو فيك يا مسوي؟ شو فيك؟ ماري بكلمك شوي. مو هي سيارتك. والله عينك قوية. انت لك ويتي توقف قدامي روح لا اكسر وجهك، فهمت؟ ضاري ابيك تفهم شيء واحد بس، والله العظيم انه ما كانت لي نية شينة. ايه نيتك كانت وايد زينة، والدليل انك كنت قدامي بوي من وراي وي ثاني. ضاري انت تدري ايش كثر انا حياوي بهالسوالف بهالمواضيع، وانت اقرب واحد لي من ربعي بهالدنيا. بس اللي ابيك تفهمه شيء واحد، انا ما كان قصدي اني اكسر الثقة اللي بيننا. اي ثقة اللي قاعد تتكلم؟ الثقة اللي بيني وبينك انكسرت. انت كسرتها باللي سويته. بعدين انا لو شنو لا يمكن انت تثق عقب الحركة اللي انت سويتها فيني. تدري ليش؟ لان اللي يخون رفيجة مرة يخون ألف مرة. ضاري بس اذا شفتني حتى سلم لا تسلم علي، لاني راح ادفنك. ايش حق لاحق لي؟ قلت لك انطرني بالكافي شوب على ما يجيب لك الفلوس. ليش ما تعطيني الحين؟ خبلة انا اشيل هالمبلغ عندي بالسياره، وبعدين هم ما يصير قبل لا اتاكد. روح انطرني على ما اسحب المبلغ ويك. زين ما عليه، بسير وياك بعد، نحن رسميا اخوان. والله عاد الناس ما تدري احنا اخوان. زين ما عليه، اعطيني النتيجه عشان عقب يوم نتلاقى سلم واستلم. شاك فيني ها؟ اك لا الحرص زين. زين روح انطرني هناك يلا. حاضرين. الله يحفظك اختي.
وين بنت تلفونه؟ هذه بيزات؟ صبر 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 صبر، ايش فيك مستعيل؟ حقي ومستعيل عليه. اي ما اختلفنا، ما قلنا شيء حقك. انا اقول دام النتيجه طلعت ايجابيه، ليش ما نقول حق ابوي وتاخذ كل حقوقك بدال هالمبلغ؟ لا دام هو ما يبغاني انا ما ابغى. اي بس الاحسن انه يعترف فيك وتشيل اسمه. مو بلازم، يعني المبلغ يكفيني اعيش حياتي مرتاح، وهو يقدر يحتفظ بسمعته من غير فضايح. اتحد بمكانك، لا تتحرك، التحريات محاصرين المكان كله، انت حركت بيصيدونك ويقطونك بالسجن. اقعد. ما شاء الله طلعت ولدي وانا ما ادري. كان قلت لي انك ولدي قبل لا تزوج اختك. انا ما يخصني. لا تتكلم ولا كلمه، اسكت. تدري كم قضية عليك انت؟ ابتزاز، انتحال شخصية وتزوير، يعني بتقضي شبابك كله بالسجن. يا الله يخليك، اترجاك. بس ولا كلمة. اتصل باختك خالتي. اقول لك اتصل باختك، يلا خلصني. ما يخصها هي، ما تدري. تبيني اصدقك بعد؟ والله ما يخصها، هي ما تدري، وهذا كله فكرة سالم. يلا عاد يلا. الحين عقب ما كشفناك جاي تتبلى على ولدي؟ صدقوني، سالم هو اللي خطط حق كل شيء مهرة. وانا ما يخصنا. كذاب، يلا ولدي ما له شغل بهالسوالف. سجونه سيده سيده نحاش. ما يقدر ينحاش، ما عليك سجونه. وين بيروح؟ يا حليلها ميثا، امس شفت كيف كانت ترجف مستحيه؟ اللي يشوف شطانتها بالبيت يقول هالبنت بتاكلهم بلسانها. يا حليلها اختك، اختك لسان بس حس ولا هي ماشي. الله يهنيها ان شاء الله. والله البيت هادي من دونها ما اسمع ازعاج ولا حشره. تدرين هذا الازعاج والحشره مالها هذه عسل على قلبي، ماشي مونسني في هذا البيت غير ازعاجها وحشرتها. ليش وانا وين رحت؟ انت يا بنتي بعد نفس الشيء، بيجي يوم وبتصيري بتهديني. لا لا تحاتي، قاعده على قلبك لين ما يرد سيف ان شاء الله. هلا مهرة، تعال تلاحقني. مهرة ليش يلحقونك؟ سيف انت وين؟ ضعت الأضواء، ضاع مستقبلي. سيف سكر. بلا سيف، سالفة ما ضاح. ما اعرف، ما قدرت افهم منه ولا كلمة. سيدك يعني مرة ثانية. بنت تليفونه. أنا قلت لك قلبي ناغزني من هالسفرة، ما مداي يوصل تركيا الحين. لا هو ما سافر. أخوك ما سافر تركيا؟ هل وين فيه؟ صباح الخير. صباح النور.
طولت بالنومه، مو عادتك ما تروح الشغل لهالحزه. مالي خلق اداوم، قلت اريح شوي. اكيد مالك خلق، طول الليل امس وانت تتقلب. انا بديش اصبح، تبي قهوه؟ ليش مسكر تليفونك انت بعد يا سالم؟ مهرة الحقي علي، الحقي على اخوك يا مهرة، مهرة بطل الباب. ابوي شو فيك؟ اخوك طلع ما مسافر تركيا، اخوك محجوز في دبي عند الشرطة. دبي؟ ايه في دبي، الله اعلم شو مسوي من المصايب. سويتها فيني مرة ثانية يا سالم؟ انت واقف بعدك بس يا عبادك، يلا وديني دبي ان شاء الله. يلا لا حول ولا قوة الا بالله. آسف تعبت بأغراضك بس عادي، ما في أسرار بيني وبينك، وبعدين هذا الدفتر كل اللي فيه أنا وياك نعرفه. أنت كاتبة الكلام؟ أنت كم مرة دشيت علي وأنا أكتب بهالدفتر؟ أكيد أنا اللي كاتبة الكلام. كنت طالعني كذي؟ لا بس بصراحة متفاجئ. من شنو؟ هاي الأشياء، من الأسلوب، طريقتك في الكتابة، حقولة أنت داخلك على الكلمة الحزن وأنا ما أدري. بصراحة أنت كنت تقولين مثل هذا الكلام بس أنا ما أفهمه، ممكن ما كنت أسمعك صح. بصراحة هاي الأشياء تمسني وحاس فيها. يعني أنا ما أعرف أعبر بالحكي بس بالكتابة أحس إنه لأن الكلام بيني وبين نفسي فيطلع الإحساس من قلبي. زين عادي أكمل دواية؟ أكيد عادي، وأبي رأيك فيه بعد. شفيك انت يا ميتي بتهاوشين قدام الرجال؟ ها عير تبيني اسكت اسمعي تحكي عن ولدي هالكلام هذا واسكت؟ بس ما يصير تمدين يدك عليه، سجل عليك قضيه اعتداء. يحمد ربه هذا ما ذبحته، ولا انا ولدي يقول عنه هو محرضه ومشيشه؟ اشو بعد عمري مسكر جهازه ولا كان بهدلوه داخل؟ كذي ولا كذي لازم يحققون معاه عشان يتاكدون. شفيك انت لو كلش يون ياخذونه من البيت. لا والله. ايه انا ولدي يسحبون الشرطه بسبه هذا؟ والله خوش. والله خوش يا زين ما اخترت يا يبا هذا النسب كفو. ايش في هذه يا النت؟ يدك ما ينلم يا يمه، اللي سويته امك شيء مو هين. وين مشاري؟ انت للحين مصر تبهدل ولدي بالمخافر؟ انا شكو المحقق طالبه بالاسم، انا ايش علي؟ قانع
مخفر محقق شو السالفه؟ تفضل تفضل قول لهم، بس قبل لا يكون الكل هني مثل ما هزأتني قدامهم ابي الكل يعرف شو السالفه الحين. سلمان ناديه قانزل. سلمان ما تعلمني شو عندها تصرخ هذه بس ليلى خلاص ما له داعي كلام. لا والله ما له داعي الحين، عادي عندك اطلع انا الكذابه انا الخبيثه، بس ما تبيهم يدرون عن مرتك النصابه ايش سوت هي واخوها. عرفتي من تقصدين؟ عن الشريفه الطاهره اللي كذبتني عشانها مهره واخوها. سيف موجود هنا؟ يلا تفضل قول لهم، قول لهم شلون كذبوا عليك ونصبوا عليك وزوجوك، قول لهم. لحظه وين بتروح؟ بروح المباحث. وين بروح؟ وبعدين لا تنسين تقولي حق ولدك المباحث يبون يحققون معاه قبل لا يجون البيت وتلونه. وتفضلي كلهم قدامك، تشمتي فيني على راحتك، طلعي كل اللي بقلبك. ليلى ليلى، ممكن تفهمينا بهدوء من غير عصبيه وصراخ؟ ضاري شهد خلونا بروحنا. لا 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 لا، ما حد يتحرك، ابي الكل هنا يعرف السالفه. مشاري وينه؟ مشاري وين؟ أشكر أبوي، جزاك الله خير. سالم بلاك يا ابوي، ليش راس الظلام؟ غانم لا تطرين اسمي على لسانك. الله يخليك اسمعني، انا ما راح ادافع عن نفسي واقول لك ان انا مو بغلطانه لاني غلطانه، لازم ادفع ثمن غلطتي وثمن طيبتي. بس اخوي ما له ذنب، هو شاب واكيد انقص عليه، لا تضيع مستقبله الله يخليك. تبي تقولين سالم هو اللي قص عليه؟ توش داخل تقولين ما تدرين عن الموضوع، الحين جاي تقطينها براس سالم؟ نفس ما هو دبر موضوعي موضوعك، اكيد هو اللي ورا هالخطه. انا ادري أخوي مستحيل يخطط لها المواضيع كلها. لا مستحيل يخطط. ها أنت عيل من اللي كان يخطط؟ من اللي كان يخطط غيرك أنت معاه؟ قصيتي علي وخدعتيني وغشيتيني وخليتيني أقلب على بنتي عزمة عندي، هذا نتيجة وقفتي معاك؟ أنا إيش قصرت معاك فيه؟ ليش تسوين فيني كذي؟ لكن صدق لي قالوا الفلوس تغير النفوس. أنا ما عندي ولا كلمة دافع فيها عن نفسي، لأني متأكدة أن أنت ما راح تقتنع بأي كلمة أقولها الحين، بس أبوس إيدك، ارحم شيبات أبوي، أعطف على أخوي اللي بيضيع مستقبله. هذه غلطتك ولازم تتحملين نتيجة أخطائك اللي سويتيها. Thank you.
انت؟ انت يطلع منك كل هذا؟ وانا اقول بنتي العودة العاقل سويت كذي؟ ضحكتي على شيباتي وانا وثقت فيك وصدقتك ورطي اخوك فضحتينا. شو اقول حق الناس الحين؟ شو تبيني اقول له؟ ولدي معقول في السجن بنتي مطلقه من زواج ما حد يعرف عنها. قولي لي شو اقول حق الناس؟ شو اقول حق هالري اختك؟ اذا سالوني شو اقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك بنتي. وصورته قدامي تبي تلبس التهمه وتحرمني منه مره ثانيه. ليش ما يكون انت اللي متفق معاهم وانت اللي سويت هذا كله؟ والله انا مستعده اتحمل الذنب كله ومستعده ادش السجن بعد. ايه انت لازم تدش السجن لازم، لان انت خطر علي وعلى عيالي. انت باي حق تقول لو تهجج من البيت باي حق؟ قول لي ولدي وين راح الحين؟ وين راح؟ المهم احنا لازم نشوف الولد الحين وينه، ولازم نحتويه عشان يطلع من الازمه اللي هو فيها الحين. والاهم من هذا كله احنا لازم نشوف عمي ونكلمه ونقول له صدق عشان يتنازل عن قضيه سيف. اسمع يعقوب، إن قلت حق أبوي كلمة واحدة من اللي سمعتها الحين أنا بنفسي أبلغ عليك وأدخلك السجن. سامع ولا لا؟ أنا بنفسي أدخلك السجن وأخذ حق راشد اللي ذبحته وحق ولدي اللي حرمتني منه وبكته. أنا أدخلك. والله عاد سوي اللي بتسوينه، ما يهمني شيء. سنين وأنا ساجن عمري، يمكن ورا الحديد يكون حالي أفضل. تعال يا عقوب تعال. غريمة غريمة غريمة
باري صبر يمه صبر باري. ما طلعت عمي الله يخليك خلي الحق لا يصير بولدي شيء. الحين ما تدري ان كلنا متجمعين بالصاله هني العنو دارج بدال ما تقصرين حسك تبطين السالفه. سلمان سلمان الله يخليك انت روح وراه. وانا شكو مو غلطتي. غريبة يعني أول مرة ترد حق ليلى طلب. ما راح تكون آخر مرة. وشنو سبب هالتغيير؟ وليش ما رحت معاها؟ لأني كنت غبي. كنت مغشوش فيها. ما عرفت نواياها إلا متأخر. نادية أنت كنتي صح. ليلى كانت تستغلني وأنا أركض وراها مثل العمي. تكبر لا تجيب لي طاريها. ولا انا بجيب طاريها. انا بكلمك عن ابوك. مو هي اللي وزتني. ما علينا من هالحكي، اللي صار صار. اهم شيء الحين تعتذر من ابوك. ابوي؟ ابوي ما يبي يشوف رقعة وجهي ولا حتى يسمع صوتي. ابوك اللي سامح يعقوب عقب كل اللي سواه اكيد بيسامحك. بس انت لازم تروح له وتعتذر منه اعتذار ريايل. ولا تخلي الزعل اللي بينكم يطول.